أطلقت شركة لينوفو هاتفاً ذكياً جديداً في موطنها الصين يحمل اسم لينوفو كي 3 نوت، ويندرج تحت فئة الهواتف اللوحية مع سعر يعادل 145 دولاراً أمريكياً. ويقدم الهاتف الجديد شاشة بقياس 5.15 البوصة ومعالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي حجمها 2 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية قدرها 16 جيجا بايت قابلة للتوسعة. ويضم الهاتف كاميرتين خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى بطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي. وتشمل مواصفات لينوفو كي 3 نوت الأخرى دعم شريحتي اتصال تدعم إحداهما شبكات الجيل الرابع LTE.